هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بسنها المحدد شرعا إضافة إلى حالتها الصحية، إذ يجب أن تكون سليمة وأن تتصف بخلوها من الإصابة بعيب كبير أو نقص. الأضحية حينما يقدم الإنسان فإنه لا يراعي فيها الجانب البدني، وإنما يسترجع بها ذكرى إبراهيم، يسترجع بها ذكرى الفداء، ويضع نفسه في مكان الأب والابن في موضوع الفداء. ثم إنه حينما يشتري الإنسان هذه الأضحية أو يوفرها على أساس أن تكون مجزئة، ألا تكون هزيلة، ألا تكون معيبة، لأنه يقدم لله شيئا يجب أن يتوفر فيه الكمال. وكونها مجزئة هذا معناه يتيح له أن يتصدق ببعضها.